نيابه الصحفيين العراقيين اعزائي المشاهدين قدمت التهاني لبرنامج ستود الرياضه بشخص نقيبها الاستاذ مؤيد اللامي الذي زار مكتب قناه الحره في بغداد وقدم باقه ورد في الذكرى العاشره للبرنامج. كل الشكر والتقدير لنقيب الصحفيين الاستاذ والزميل العزيز مؤيد اللامي. برنامج استوديو الرياضة برنامج تفاعلي، برنامج حيوي، أصبح مهما ومؤثرا في الشارع العراقي، ليس الشارع الرياضي فقط وإنما الشارع العراقي بشكل عام. الزميل حسام حسن معد ومقدم البرنامج هو من الشخصيات الصحفية المهنية التي استطاعت أن تقدم شيئا مضافا إلى الرياضة وشيئا مضافا إلى الصحافة الرياضية. البرنامج بدأ ليس مشاهدا فقط وإنما بدأ مخيفا لبعض الرياضيين وبعض الاتحادين الذين لم يقدموا عطاء للجمهور، لذلك نرى أن بعض المسؤولين وبعض الشخصيات الرياضية الكبيرة تحاول أن توصل رسالة دائما من خلال هذا البرنامج، عندما تخطأ تريد أن تصحح من خلال هذا البرنامج. هذا يعني أن البرنامج أصبح جزءا من المشهد الرياضي والصحفي العراقي. مبروك للبرنامج، مبروك للزميل حسام حسن، مبروك للرياضيين الذين يشاهدون البرنامج ويتفاعلون معه. شكرا لنقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي. أعود إلى دبي والزميل سامي عبد الإمام. أستاذ سامي،